مباني كما تعرفون من خلال، أنا لا أريد أن أكثر في التفاصيل، ولكن مباني يتحدث عن مباني الصورة الإعرابية والرتبة والصيغة والجدول والإساق والتضامن والرسم الإملائي، المعاني هي التسمية والحدث والزمن والتعليق والمعنى الجمالي. بناء على ائتلاف المباني والمعاني رسم أقسام الكلمة التي أوصلها إلى 7 أقسام، هي الاسم والصفة والفعل والضمير والخوالف والظروف والأداة. نقطة أخرى من جديد الفكر النحوي عند تمام حسان هي تقديم صورة جديدة للنحو تقوم على توسيع مجاله الدراسي. فالنحو بصورته التقليدية المصرية كان يدور كما يقول في مقدمة معناه وبناها في مجال لا يهبط عن مستوى المباني الصرفية ولا يرقى عن مستوى الجملة المفردة التي تتسم بتمام الفائدة، بمعنى أن أقصى ما تصله أو أقصى ما يصل حديث النحاة القدامى هو الجملة. لذا وسع هو من مجال الدراسة النحوية بإدخاله الحديث عن القضايا الدلالية والمسائل البلاغية والأسلوبية. أهم عناصر وأعتقد سأختم بها، أهم عناصر جديد عند تمام حسان كما قال الأستاذ صبري الحمزة هي قوله بتضافر القرائن بما فيها القرائن المعنوية والقرائن اللفظية. وقد أقام تمام حسان منهجه على فكرة التعليق والعلاقات السياقية مستلما إياه من الجرجاني ومقتفيا أثر أستاذ فرت صاحب فكرة السياق، حيث قال أن فهم التعليق على وجهه كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي والعوامل النحوية، لأن التعليق يحدد بواسطة القرائن معاني الأبواب في السياق ويفسر العلاقات بينها على صورة أوفر وأفضل وأكثر نفعا في التحليل اللغوي لهذه المعاني الوظيفية النحوية. وقال كما في رأي عبد القاهر على أقوى احتمال أن التعليق هو الفكرة المركزية في النحو العربي، وأن فهم التعليق على وجه كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي. فالقرائن اللفظية كما تعلمون هي الإعراب والبنية والافتقار والاختصاص والمنسبة المعجمية والرتبة والربط بالإحالة والربط بالمطابقة المعنوية والتنغيم. إذا هذه قراءة عرضية لتمام حسان، وأنا كما قلت في البداية أن تمام حسان أهم ما يميزه وسطيته، بمعنى أنه قرأ النحو العربي بمنهج حديث لكنه لم يكن منحازا تماما إلى هذا المنهج الحديث، لم يكن رافضا للتراث القديم، لكن حاول أن يقدم قراءة شرطت بالواقع الدرس اللغوي في زمانه التي هي ظهور الدرس الوصفي وسيطرة الدرس الوصفي على الدراسة اللسانية الحديثة. ولو قارنتم يعني أن أهم مقارنة يمكن أن نقدمها هي المقارنة اجتهادات تمام حسان باجتهادات من عاصره من اللسانيين الوصفيين مثل أنيس فريحة مثل إبراهيم أنيس مثل مجموعة من اللسانيين. وربما أنا دائما أحيل على كتاب عبد الوارث بروك سعيد محاولة في إصلاح النحو العربي التي تجمع كل هذه المحاولات. عندما تقارن محاولة تمام حسان تخرج بخلاصة أن هذه المحاولة كانت جدية لجدية صاحبها وقدرته على التوفيق بين التراث القديم والمنهج الغربي الحديث. كل هذه الملاحظات ربما النقدية التي كيلت لمشروع تمام حسان لا تلغي ولا تنفي أهمية هذا الرجل، باعتبار أن كتاب اللغة العربية معناه ابنها يعتبر مرجعا أساسيا لكل دارس أو كل طالب علم في الدراسة اللغوية. وشكرا وأعتذر على الإطالة. شكرا جزيلا للأخ الأستاذ الدكتور فؤاد المعالي، الذي في الواقع من خلال مداخلته أنا ترسخ لدي أن الثقافة المعاصرة ثقافة سجالية، لأنه في مداخلته القيمة في الواقع، ولو أنه قال بداية أن قراءته للأستاذ الدكتور تمام حسان رحمه الله ستكون قراءة وصفية، ولكنه أبى إلا أن يضع مشروعه الفكري أو الفكر النحوي عنده في سياقه التاريخي أولا
ولكن كذلك في سياقه السجاد من خلال عدد من الرؤى أولا التي يعني مقابلة لفكر الأستاذ تمام حسن النحوي، وكذلك لبعض الملاحظات التي قالها حوله، وخاصة فيما يتصل بجانب الارتباط بين الارتباط التاريخي بين السياسي والفكري، وخلال تقسيم المرحلتين نحو العربي والمرحلة الثانية التي تدل ضمنها أو التي تشير ضمنها إلى توقف أو الضمور العام في الإنتاج الجديد النحوي في المدرسة الإعلامية، وهي في الواقع ملاحظة قيمة وتنسحب على كثير من المعارف. كثير من حقوق المعرفة الآن أصبحت تراجع هذه الفكرة، وخاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، متصلة بالارتباط الشرطي بين الوضع العام وحالة إنتاج المعرفة. وهنالك شواهد مضادة كثيرة على هذه القاعدة، تقول بأنه الأمة عموما حتى في زمن الانكسار السياسي أو التخلف المجتمعي العام، التخلف المجتمعي بالشأن العام أقصد، كانت سيرورة إنتاج المعرفة فيها تعرف مستويات، تعرف مسارات موازية من الثراء والغنى والتعدد والإنتاج إلى غير ذلك. فهذه ملاحظة بالغة الأهمية. ثم هو أشار أخيرا إلى النموذج التمامي بعناصره وبسماته وخاصة وسطيته، وأعتقد أنه الذي أهل الأستاذ أبو علي إلى هذا هو تكوينه المزدوج بين إلمامه العلمي بالدرس النحوي ثم ثقافته المعاصرة، باحثا لغويا ومترجما ومسؤولا عن وحدة الترجمة بالمركز ومركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. فأجدد له الشكر مرة أخرى على عرضه القيم، ولا أشكره على إطالتي التي تجاوزت الوقت المحدد. شكرا مرة أخرى. أحيل الكلمة الآن إلى أستاذ الدكتور عبد الرحيم المدلال، وأعتقده غنيا عن التعريف، فهو واحد من مراجع الدرس النحوي واللساني في الجامعات المغربية، أستاذا ومسؤولا عن الشعبة وعدد من الماستر والدراسات اللغوية بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول بوجدة. فأحيل لفضيلته الكلمة ليحدثنا عن أصول التفكير اللغوي عند تمام حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يمدين بعد. فسأحاول في هذه الدقائق المعدودة أن أحدثكم عن جانب من جوانب هذا العالم اللغوي. الدكتور تمام حسان ربما لم يتعرض له الإخوة، ولكنه تتم لما قاله الإخوة سابقا، وسأهتم خاصة بكتابه الرابع وهو الأصول، أصول دراسة إبستيمولوجيا للفكر اللغوي العربي، بعدما سمعنا اهتمام الإخوة جميعا بكتبه الثلاثة الأولى التي هي وتمام حسن ألفها على هذا الترتيب التاريخي، إن شئت مناهج البحث في اللغة، اللغة بين المعيارية والوصفية، اللغة العربية معناها ومبناها، لينهي مشروعه بكتابه الأصول. ولكن قبل ذلك أود أن أشير إشارة إلى المناخ العام الذي كان يعيشه الدرس اللغوي في عهد تمام حسان. أشار فضيلة الشيخ العلامة السيد مصطفى بن حمزة إلى الظرف في المغرب، لكن الأمر في مصر كان يطغى عليه، بالإضافة إلى ما ذكر، كان يطغى عليه أحد الجوانب المهمة، وهي ما كتبه الدكتور إبراهيم مصطفى في كتابه إحياء النحو الذي صدر في حوالي سنة 1937، والذي خلف آثارا واسعة في الدرس النحوي، لأنه فتح الباب أمام الحديث عن التجديد أولا، وفتح الباب كذلك أمام النقد. ولذلك في هذه الفترة بعد هذه المرحلة لا نستغرب أن نجد كتبا تكتب وعناوينها تدل على مضمونها، مثل ما كتبه الدكتور عبد الرحمن أيوب، وما كتبه الدكتور مهدي المخزومي وغيرهما، الذي كتب الأول كتابا بعنوان دراسات نقدية في النحو العربي، وكتب الثاني النحو العربي نقد وتوجيه، كتب كتاب آخر دائما الدكتور
مهدي المخزومي النحو العربي نقد وبناء. فمصطلح النقد والتجديد والإحياء فتحه الدكتور إبراهيم مصطفى وشاع في فترة. هذه الكتابات كان يطغى عليها أولا إنشينا أن نقول بصريح العبارة الرفض، إلى درجة أن الدكتور عبد الرحمن أيوب كان يكتب صراحة بقوله ونحن نرفض قول النحات. بهذه العبارة يرد بعض القضايا والكتاب موجود ومتداول. وكذلك الطابع الذي طبع هذه الكتابات هو اتهام العام في هذه المرحلة، والمبني أساسا على أن مقولات النحويين هي مقولات فلسفية وترجع خاصة إلى الفلسفة اليونانية، ومن هنا تأتي الدعوة إلى تجاوزها. فطاغ هذا المنهج، منهج التجاوز وإحداث نحو جديد وبناء قواعد جديدة، إلى درجة أننا كما قلت نقرأ إحياء النحو وتجديد النحو إلى غيرها من العناوين التي طغت. وهذه المرحلة كان عاش جزءا منها الدكتور تمام حسان، ولكن بكل صراحة الذي يقرأ كتبه كما أشار الإخوة تجد ذلك النفح الذي حافظ عليه، وذلك من خلال الحفاظ على أصول التراث وعلى اقتراحه مناهج دون المساس بهذه الأصول. خاصة وأنه عندما مثلاً عندما تقرؤون كتبه، وهذا من النادر الذي نجده في كتب النحويين واللغويين المعاصرين، أنه يستشهد بنصوص القدماء، وتجد مثلاً لنظم الألفية حضوراً واسعاً في كتبه، كلما استجر بقاعدة إلا وأتى بمثلاً يتحدث عن علامات الاسم فيأتيك بالجر والتنوين والنداء وهكذا، وقس على هذا. فهو كان بالحقة شديد الحفاظ على هذا الجانب، مما جعله يقدم مشروعاً على الأقل كما أشار الأستاذ جليل، الأستاذ جليل هو يساعدنا على قراءة النصوص، وفي نفس الوقت يساعدنا حتى على قراءة التراث، على قراءة التراث، وهو الذي أود أن أمثل له في بعض الدقائق في هذا المجال. إذن فتمام حسان صاغ نظرية لغوية من خلال استفادته بما درسه من في منهج الوصف خاصة، وخصوصا أن تمام حسان أنجز أطروحتين حول اللهجات، الأولى حول لهجة الكرنك والثانية حول لهجة عدن، وبهما نال درجة الماجستير ونال درجة الدكتوراة، بمعنى أن المنهج الوصفي كان طاغيا عليه، ولكن هذا المنهج لم يجعله يمس التراث، بل حافظ عليه في أصوله فقدمه في شكل يساعد على قراءته. تحدث كما قلت إخوان على ما كتبه في الكتب الأولى والتي ظهر فيها، وهي في الحقيقة كتبت مجزأة في مناهج بحث اللغة، تحدث عن الكلام والحديث، وتحدث عن الجهاز الصوتي بشكل مفصل الجهاز الصوتي. ثم بعد ذلك في الكتاب الثاني اللغة بين المعيارية والوصفية، تحدث عن الكلام وعن الجملة وعن الوظيفة الأساسية للغة التي هي وظيفة اجتماعية، ففصل فيها دائما مستحضرا ما كتبه في الكتاب الأول، ليأتي الكتاب الثالث هو اللغة العربية معناها ومبناها ليستكمل النظرية. فتحدث عن المستويات اللغوية متكاملة كما أشار الإخوة، المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى النحوي والمستوى البلاغي بالإضافة إلى المستوى السياقي، ليقدم لنا نظرية في القرائن، وهذا كله متضمن في كتابه اللغة العربية معناها ومبناها. هذه المرحلة كما قلت كانت نتاج الفكر النحوي الذي شارك به الدكتور تمام حسان، وهو بين ماسر وبين كذلك السودان، لأنه كان في فترة من مراحله التاريخية كان مدرسا لعلوم اللغة. هذه مسألة أساسية عندما تحدث مثلا عن شروط العلم التي هي الموضوعية والشمول والتماسك والاقتصاد، قدمها بشكل مفصل وبقواعد مضبوطة، وهي تفيد عموما في كل العلوم. لمن أراد أن يقرأ هذا في مقدمة الأصول سيجد ذلك الأمر واضحا عند تمام حسان، وبين من خلال هذه الشروط أن النحو صناعة، وهي الصناعة التي تكتسب بالتمرن، ثم تحدث عن مجموعة من المواصفات، مميزا
بين مفهوم الصناعة ومفهوم المعرفة. فقال إن المعرفة مثلا تحصل بالتحصيل وأن الصناعة تحصل بالتمرن، وهذه إشارات مهمة فيه. ثم بعد ذلك بدأ يتحدث عن مصادر الاستشهاد اللغوي عموما، فتحدث عن السماع، عن القرآن الكريم وقراءاته، وعن الحديث النبوي، وكان ملما بما قاله القدماء كما قلت في شكل نوعا ما مبسط ويساعد على قراءته في هذه المرحلة التي نحس فيها بنوع من الضعف. ثم حسين يسهل هذا الأمر لينتقل في فقرة خاصة للحديث عن قضية الاستدلال. وهنا فصل تمام حسان في أمور كثيرة في قضية الاستدلال، وكان مما أكد عليه وركزه بشكل مفصل هو أن الاستدلال النحوي هو تقريبا تابع الاستدلال الفقهي والكلام، وهما كل هذه المسائل متقاربة خلاف الاستدلال الفلسفي. وقال إن الاستدلال النحوي في الحقيقة هو نتاج الفكر الإسلامي الخالص، وهذا خالف به تقريبا جل الذين تحدثوا عن أثار الفلسفة اليونانية في النحو العربي، مبين من ذلك بتفصيل. وفي هذا ثم بعد ذلك عندما تحدث عن الاستدلال تحدث عن أنواعه، فتحدث عن المسموع واعتبره هو أصل الاستدلال، وهذا معروف عندنا في التراث اللغوي بمعنى إذا تمت القاعدة بالسماع فلا ترد. ثم بعد ذلك أعاد ترتيب أنواع الاستدلال الأخرى، خاصة عندما قدم الاستصحاب على القياس ودافع عن هذه الفكرة، لأن نحن نعرف عندما نقرأ نوع الاستدلال دائما نقرأ الاستصحاب بعد القياس. تمام حسن يرفض ذلك. لماذا يقول؟ لأن مفهوم الاستصحاب يستدعي منا أن نستصحب مجموعة من القواعد ونحن نتحدث عن القياس، ولذلك تحدث عن هذا الأمر الاستصحاب. وفيه لا أجد تقريبا التخلف، وأن تمام حسين تحدث عن مفهوم الأصل والأصل بإطلاق، وتحدث عنه بشكل يجد فيه الباحث ضلطه عندما يبحث عن الأصل كلمة أو مصطلح. فبدأ بتعريف هذا الأصل، ثم تحدث عن أصل الوضع، وفي هذه الفقرة تحدث عن وضع الحرف وأصل وضع الكلمة وأصل وضع الجملة، بمعنى العربي أن الجملة في أصل تعتبر عمد تتكون من مسند ومسند إليه، فهي عند تمام حسن هي أصل الوضع، بمعنى أن الأوضاع التي ستطرأ على الجملة هي تعني هذا الأصل، هذا الأصل الوضع. فبين كيف تبنى الكلمة بالميزان الصرفي الذي هو فعالة، وكيف يبنى الحرف خاصة من حيث المخارج، وبيّن ذلك كله بتفصيل. ثم بعد ذلك بيّن بعد تحديثه عن أصل الوضع تحدث عن القاعدة الأصل. إذن هناك حتى في هذا التعريف هناك تراتبية انشئتم. القاعدة الأصل عنده هي ما يرد عليه أو ما ترد عليه القاعدة في أصلها، مثلا في الميزان الصرفي عندنا فعالة هي الأصل، ولكن عندما نجد ربما التغييرات التي تطرح على قالة مش هي بحال كتابة، بمعنى أن نوع الإعلان سيصيب الفعل قالة، هذا النوع يخالف لن يكون هو القاعدة الأصل، وإنما في قالة ستطرح قاعدة تسمى عنده قاعدة فرع. ولذلك كان دائما يذهب من هذا التدرج، فتحدث عن القاعدة الأصل والقاعدة الفرع، وهذا في كل مجالات الصوتية الصرفية والنحوية. عندما نقول مثلا القاعدة الأصل في الفاعل أن يكون مرفوعا هذا أصل، ولكن القواعد التي تطرأ عليه بتقديم بينه وبين المفعول تعتبر مثلا قاعدة فرعية. وهذا بمعنى أن تمام حسان أعاد صياغة مجموعة من المصطلحات عن أصول النحو. وبين قوسين عندما تقرأ أصول النحو سواء في كتاب الاقتراح أو في كتاب مع الأدلة أو في كتاب أصول، ستجد ربما عانة في فهم مجموعة من القضايا، لكن تمام حسان بهذا الاقتراح يساعدك على قراءة مثل هذه المفاهيم بشكل مناسب دون كما قلت في البداية دون هذا التراث. ولذلك فهو استفاد من المناهج الحديثة وقدم هذه المادة. ثم بعد ذلك سيحدثنا عن قواعد التوجيه، وقواعد التوجيه عند تمام حسان هي من قواعد مهمة، ويعتبر أصل قواعد التوجيه هي الفائدة، بمعنى أنك لأن الكلام
أن الكلام كله الأصل منه أن نأخذ الفائدة، لكن النحاة اهتموا بالفائدة اهتمام، ومن هنا اعتمادا أمن اللبس إلى غيرها من القواعد لابد أن تكون تابعة لهذه القواعد. ثم بعد ذلك يحدثنا عن العدول عن الأصل. العدول عن الأصل هو في الحقيقة هو باب من باب ترجيح الأوجه، لأن نحن نعلم أن في كتب الخلاف سواء عند ابن الأنباري أو عند السيوطي وغيرهم من الذين كتبوا في كتب الخلاف نجد أوجها متعددة. فعند تمام حسن يعتبر اختيار وجه الراجح يسمى عنده بالعدول عن الأصل. ثم في باب الاستدلال يتحدث عن أمر مهم وهو رد الأشياء إلى أصولها، الرد إلى الأصل، وفيه إعادة التأويل في درس اللغة. والتأويل بمعناه هو الرد الشيء إلى أصله، وهذا أمر وارد في النحو العربي، والمعلوم أن النحو العربي فيه من التأويل ما لا بد من قراءته لمفهوم لقراءة مجموعة منها. فلما نقول أنتصوا خير لكم لا بد أن نؤولها، نؤول أن والمصدر بمفرد، نقول صومكم خير لكم. مثل هذه القواعد قدمها تمام حسان في شكل هذه كما قلت العدول عن الأصل، ومعتمدا مفهوم التأويل في التراث الإسلامي ولكنه بالمفهوم الذي طبقه اللغويون وخاصة النحويين. بهذا المعنى تحدث عنه تمام حسان في كتابه الأصول. ثم تحدث عن أنواع القياس، والقياس كما تعلمون هو من الأدلة التي فيها النقاش طويل، إلى درجة أن النحو كما يعرف النحو قياس يتبع به في كل أمر ينتفع. هذا النوع من القياس تحدث عنه تمام حسان، ولكنه بدل أن يشعب القياس الذي شعبه السيوطي وغيره في الاقتراح، فهو اعتبر القياس ثلاثة أنواع. قياس العلة مثلا عندما نتحدث عن علة رفع نائب الفاعل، ولأن الفاعل مرفوع، هذه بالنسبة عنده هي تسمى ليس علة. ثم الشبه، الشبه معروف أن مقولة الشبه مقولة حاضرة بشكل في النحو العربي، ولعل مثلا الحديث عن إعراب الفعل المضارع ولماذا أعرب رغم كونه فعلا، لأن الأصل في الأفعال أن تبنى. يتحدث النحويون عن علة، هذه العلة التي هي علة هذا الأمر أو سبب إعرابي الفعل المضارع، علة مجموعة من الأسماء إلى غيرها من الأمور التي تدعى عنها تمام حسان في هذا. ثم علة طرد، وهي التي تكون طاردة في كل الأبواب، وهذا إجمالا أنواع القياس. تمام حسان إذا قلت يتحدث عن السماع ويتحدث عن الاستصحاب بهذا الترتيب، ثم يتحدث عن القياس. هذه أصول النحو في كتابه أصول النحو للمتتبع يجد القارئ أنه راجع التقسيم السباعي التي تحدث عنه الأخ قبلي للكلمة. بمعنى أن تمام حسان تحدث عن الاسم والصفة والأداة والفعل والحرف والضمير والخالفة في كتابه اللغة العربية معناها مبلغ، وهو قال إن المجموعة من الدراسات عندما قرأ في درس اللسان الحديث تعتبر تمام حسان تجاوز تقسيم القدماء. والحقيقة أن تمام حسان ما فعله هو وسع من هذا التقسيم الذي عندما نقرأ في كتب القدماء نقرأ مثلا أنواع الاسم نتحدث عن الضمير هي نوع من أنواع الاسماء، الصفة هي نوع من أنواع الاسماء هي التي جمعها تمام حسان. وسع في اللغة العربية معناها ومبناها، لأن ذلك التوسيع يناسب كما سمعنا في الوقت السابق نظرية قراءة النص، تضافر القرائن وفهم مجموعة من القضايا. لكنه في كتابه الأصول أعاد إلى هذا الأصل الثلاثي الذي هو الكلمة اسم وفعل وحرف، ثم بين هذه النص. هذه تقريبا تحدث في نفس المنهج تحدث عنه في البلاغة وفي فقه اللغة. دائما كما قلت يستحضر أصول الفكر اللغوي العربي القديم يتم به قيم اهتمام، ثم يقدمه في منهج جديد يساعد على ذلك. هذه بصفة عامة أهم الملامح الكبرى التي أريد أن أحدثكم عنها، وإلا فكتاب الأصول الآن كتاب موجود لمن أراد أن يعود إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستسمحكم قد أطلت، وشكرا. شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ الدكتور على هذا العرض.
القيم والمركز على أصول التفكير اللغوي عند الأستاذ تمام حسان، والذي جال بنا من خلاله أولا في المراحل الأساسية لتطور الفكر النحوي عند الأستاذ تمام حسان، سواء في مرحلة ما قبل فوده الجامعة المغربية أو بعدها، ومرتبطة بها من نظرية القرائن من خلال كتاب اللغة معناها وأمناها، ثم الجانب المتصل بالتراث بدراسة التراث عند الأستاذ تمام أحسان، في سواء في التأثيرات الفلسفية في اللغة أو في قضية الاستدلال، ثم حديثه عن الأصول المختلفة التي فصل في كل واحد منها في كل أصل من هذه الأصول بشكل مفصل. أشكر له هذه المداخلة القيمة مرة أخرى، وقبل أن أفتح مجال النقاش أذكر بدعوة وصلتنا من جمعية النبراس لمحاضرة افتتاحية تنظمها مساء اليوم، يلقيها فضيلة الدكتور الشاهد البوشيخي حول موضوع نظرات في أزمة التربية في الأمة الإسلامية مساء اليوم في الساعة 3:30 بجمعية النبراس لمن يهم الأمر للحضور. قلت عندي كذلك ملتمس آخر أوجهه باسمكم لإدارة المركز ولقسم النشر به خاصة بالأستاذ الدكتور رحيم بدلال والأستاذ لنشر أعمال هذه الندوة، وأرى أن الإخوة طلقوا في عروضهم من نصوص مكتوبة، فنرجو منهم أو نرجو أن نلتمس منهم أن يقدموا هذه الأعمال محررة للنشر حتى يكون هذا العمل وفاء كذلك بذكرى هذا الرجل الكبير، هذا العالم الكبير الذي في الواقع نحن يقولون رحمه الله بأنه يعلمنا حتى في بمناسبة وفاته، فنحن اليوم نلتقي في هذا اللقاء في هذه الندوة بمناسبة وفاته لنتعلم مرة أخرى مما سمعنا. شكرا للأساتذة الأفاضل جميعا على مداخلتهم، وأفتح المجال في وقت حوالي نصف الساعة إن كانت هناك مناقشات أو مداخلات فيما يتصل بما قيل. نعم والمتدخل. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله. أولا عندما زرت العالم عندما نفقد عالم هنالك بيتان لا بأس أن أفتتح بهما كلمتي، أنهم لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، إن كانت الدار خيرا طاب مسكنها أو كانت الدار شرا خاب بانيها. دكتور حسن طبعا هو من علماء الفضلاء الذين قدموا أشياء مهمة جدا استفدنا منه كثيرا، وهو خلافا لكثير من أدعياء العلم المعاصرين وجمعا كما قيل بين ثقافة تراثية مكينة وبين ثقافة معاصر لسانية معاصر وفق بينهما. على أنني احتلال لبطي يعني بدا قراءتي قرأت مؤلفات ما، ولكنني أريد أن أشير إلى مسألة، أنه في اعتقادي يجب التمييز في فكرة تمام حسان اللغوي بين مرحلتين في اعتقادي مرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة التي تمتد إلى غاية كتاب اللغة العربية معناها ومناها،
ثم المرحلة الثانية تبدأ من كتاب الأصول ثم ما تلته من كتب. المرحلة الأولى هي مرحلة تأثر بالمنهج مناهج لغوية خاصة المنهج اللغوي الوصفي. وهي المرحلة تثير أكثر من تساؤل بكل صراحة بالرغم احترامنا له ولكنه ملك بعض الأحكام التي أصدرها تفهم حسان والتي فيها الكثير كل صراحة من الانتصار والعزف. مثلا كان يقول مثلا إن نظرية العاملية خرافة خرافة وإن العين لا يبحث عن العلة الغائية وإنما يبحث عن العلة الصورية يعني الكيف ولا يبحث عن اللما. ثم بعض مثلا في عندما يقول مثلا تقسيم الكلمة إلى سبعة خود هذا من التقسيم الموجود في ذاتا في اللغة الإنجليزية تم إسقاطها على اللغة العربية. ثم مثلا الخالفة هذه المصطلح كان بالمناسبة إشارة فقط للأستاذ ديسوكرا قال إن هذا المصطلح هو من وضعها. هذا المصطلح هو موجود خاصة في كتاب الفارابي الحروف كتاب الفارابي الحروف الفار مستعملة في المنطق مستعملة خالفة مستعملة في كذلك عندما يقول مثلا لاحظوا عندما يهاجم مثلا الإعراب المحلي الإعراب التقديري ويعتبر ذلك خرافة. وعندما مثلا الجمل ما تقول مثلا هذه الجملة في محل رفع الخبر بالنسبة لي خرافة هذا رأي فيه نظر كذلك في نظر ليس تقيم مثلا الإعراب التقديري كذلك بالنسبة لي خرافة. مثلا أن تقول مثلا أن تتحدث عن الحذف القرآن الكريم واحد القرآن الكريم فيه حذف طيب كيف نهاجم الحذف؟ أن هناك ما يسمى ببلاغة الحذف. مثلا عندما يتحدث عن مثلا تقدير الضمير المستتر مثلا ما مثلا ما يسميه الخوالي مثلا صح يقول لك لا صح هذه صح معرفة اسم فعل هذا لكن لو قلت له من صح أنت تقدر هذا يعني لو قلت أن تقدر كستقيم الجملة الجملة لو قلت فيها الموضوع هو محمول من مسند المسندين فبالنسبة لي هذه خرافة أو شيء من هذا. لاحظون المرة فيها نظر لنكون واضحين نتحدث بكل صراحة هذا عالم جليل ما في ذلك شك ولكن لنتحدث بصراحة هناك آراء كثيرة قدمها لا يمكن إطلاقا أن نقبلها. أما المرحلة الثانية تبدأ بكتاب الأصول للنحو مرحلة أخرى باعتقاد مرحلة أخرى تماما ويبدو لي أن هذه المرحلة فيها إعادة نظر لكل مقالة يبدو أن تمام حسن هنا أكثر مقال أكثر بصرا أكثر هذا طبيعي. لاحظ حتى المستوى الفكري مثلا تقول لي سيد قطب رحمه الله في فترة من الفترات كان شخصا يدافع عن التغريب هذه معروفة شخص يدافع عن التغريب الثقافة الغربية ويهاجم التراث وبعد ذلك وقع له تحول معروف جدا دوها المسيح رحمه الله كان ماركسيا ماويا متطرفا ثم بعد ذلك هذا هو ماويا الطريق المستقيم ثم أصبح مفكرا إسلاميا مهمة جدا منير شفيق ماركسي محاول كذلك ثم في السنة المسؤول في اعتقادي كان في مرحلة معينة يمثل اتجاه معين ولكن بعد مرحلة الوصول لم آخر من انتهى لدرجة آخر مغيرا لما كان عليه السابق. السلام عليكم ورحمة الله. الله كان يقول على رسول الله كان ماركسي أنا كنت ماركسي على كتاب الله وسنة رسوله ما بحسن كان ماركسي على النحو على طريقة النحو والصرف. نعم أستاذ على ما قدموا من علم وفوائد جمة الذي يدرس التراث الإسلامي يعاني من مشكلتين كبيرتين. المشكلة الأولى هي التأويل المشكلة الثانية هي التعليل. أقول بلاش سيدي بلاش خلينا هذيك بلاش خلينا مزيان قلت يعاني من مشكلتين
التأويل والتعليل. كل مرة تقرأ لكل فرس كبوة وعثرة، والأستاذ دكتور تمام حسان لم يسلم من هذه الكبوة ومن هذه العثرة. أنا مع الأستاذ لقاح في بعض الأمور الجزئية أتفق معه. كنت أتمنى أن يقف الإخوة الكرام مع نزعة ظاهرية كانت موجودة عند تمام حسان. قد أشار إلى هذا الموضوع سيدي إدريس بكرع حينما قال، حينما ذكر موقف تمام حسان من التعليم. ابن حزم، هذه نزعة ظاهرية حزمية عند تمام حسان. ابن حزم الظاهري أنكر القياس وأنكر التعليل وقال تعليل الأحكام دين إبليس، ولكن جمهور الفقهاء جمهور الأصوليين يقولون بالتعليل. وأحسن ما ألف هو كتاب تعليل الأحكام لشلبي رحمه الله في الحرب العالمية الثانية 44، وكتاب نفيس. حتى قال أحدهم وهو صدر الشريعة الحنفي، من أنكر التعليل أنكر النبوة، من أنكر التعليل أنكر النبوة. هذه النزعة الظاهرية موجودة عند تمام حسان وتحتاج إلى دراسة. أشار إليها السيد إدريس بكرع بسرعة، وأشار إليها سيد عبد الرحيم مدلل حينما قال تمام الاستصحاب على القياس، قدم الاستصحاب على القياس. هذا منهج ابن حزم في الإحكام، قدم الأصل واقع كان على مكان. صحيح تمام حسان رحمه الله درس التراث واستفاد من التراث ووظف التراث توظيفا حسنا، وكان وسطيا معتدلا في تعامل التراث ومع الحديث. وختاما اشكر الاساتذه الكرام، والموضوع يحتاج الى متابعات مستمره ان شاء الله. اشكر الحضور الكريم والاخوين الكريمين على ما قدم، وما ذكرنا الحقيقه هو وافق عليه تماما، ولكنني حينما كنت أكتب هذه السطور التي أعتبرها مجرد مقدمة لبحوث